اشتقي اسم آخر لرجل من اسم فالح. ناجح. شهر ميلادي فيه 8 نقاط وأكثر. شهر ميلادي؟ يلا. ذي القعدة. دولة عربية عملتها الجنيه. الجنيه مصر. غيره. باص. كيف كان الناس يتراسلون؟ في ساعة البريد. موسيقي لقبه الموصلي. مع الأسف خلص الوقت، أبقي حتى ندور مع بعض ونشوف النقاط. تفضلي. أخت دانيا، يعني أنا أعتقد مع الأسف النقاط ما تجي ضعيفة، لأنه واضح الارتباك عندك والنسيان والتأخير. والسؤال الأول يقول اشتق اسم آخر لرجل من اسم فالح. قالت مفلح، 25 نقطة. أنت قلتي ناجح. لا، ناجح صفر. أكو مفلح وأكو فليح وأكو فلاح. والسؤال الثاني كان شهر ميلادي مثل حزيران، بس حزيران ناقص لأنه نريد 8 نقاط وأكثر. شهر ميلادي فيه 8 نقاط وأكثر. قالت حزيران صفر. أنت قلتي دور القعدة، هذا هجري صفر. السؤال الثالث كان دولة عربية عملتها الجنيه. قالت مصر، 33 نقطة. قلت أنت قلتي مصر، قلت لك غيري ما عرفتي وخلص الوقت. والسودان مصر جنيه، سودان جنيه، واحدة بصف له. والسؤال الرابع كيف كان الناس يتراسلون. قالت الرسائل، 27 نقطة. أنت أيضا قلتي الرسالة ساعة البريد. ساعة البريد صح صح. والسؤال الأخير اللي ما عرفتي، اللي هو أشهر من نار على العلم، 5 موسيقي لقبه الموصلي. عثمان الموصلي. قالت أخت هديل هو ملا عثمان الموصلي. وأنت طبعا أكو إسحاق الموصلي وأكو إبراهيم اللي هو ابن إسحاق، دولة موسيقيين ألقابهم الموصلي. 137 نقطة. تفضلوا أذن. تفضلوا 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 يمي. الكبابتي ممتاز ممتاز. أنا بالنسبة لي الأخت هديل ستحقق الفوز إن شاء الله يوم غد، لذلك نقول لهم مبارك لكم تأهلكم ليوم غد مع عائلة عراقية جديدة. نأمل أن تحققوا الفوز والنجاح والحصول على جائزة قيمتها 10 مليون دينار عراقي. أما أنتم أعزائي المشاهدين، نقول لكم ابقوا معنا دائماً.